طيب خلينا نروح بقى مع حضراتكم بعد كده لأخبارنا ونروح لأفريقيا. ومبارح الحمد لله يعني ده خبر أعتقد كان ناس كتيرة جدا لما نزل بيان رسمي بيه كانت مطمئنة إلى حد كبير، سلبية مسحة هنا بيرس تاو وشارك في التدريبات كمان، وبجانب طبعا النظام ووليد سليمان كمان شارك في المران الجماعي اللي بدأ بمحاضرة فنية زي ما حضراتكم تابعتوا، بعد كده كان في تدريب فني وبدني لجميع اللاعبين، ومنح موسيماني بعد كده راحة سلبية للاعبين نتكلم لمدة 24 ساعة على أن يعودوا للتدريب أو يعودوا للتدريب مرة تانية بقى بكرة استعدادا للمباريات القادمة، فده أعتقد حاجة إيجابية كويسة جدا برضو.